أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم هما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأمر ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق